وقد قامت وزارة الداخلية بالاستعداد لتامين العمليه الانتخابيه بشكل مسبق من خلال اجراء التمرينات ووضع الخطط الامنيه والمروريه اللازمه وبهذه المناسبه يسرنا يكون معنا عبر الهاتف اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفه نائب رئيس الامن العام بوزاره الداخليه سعاده الشيخ لو تحدثنا عن اجراءات وجهود وزاره الداخليه لتامين العمليه الانتخابيه بسم الله الرحمن الرحيم مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافه بالنسبه لاجراءات تامين الانتخابات فقد بدات هذه الاجراءات قبل فتره باجراء التمارين ووضع الخطط الامنيه والمروريه اللازمه لمثل هذه العمليه حيث تبدا من لحظه نقل صناديق الاقتراع ومن ثم حمايه وتنظيم عمليه الدخول والخروج من مراكز الاقتراع لكي تتم عمليه التصويت بكل يسر وسلاسه. في تطبيق هذه الخطط يكون الانتشار الامني فعال لمساعده المواطنين على الادلاء بصوتهم بكل سهوله. كذلك مساعده كبار السن واصحاب الهمم على الوصول الى مراكز الاقتراع والادلاء بصوتهم. هو جزء اساسي واصيل من واجباتنا لله الحمد بدا توافد المواطنين بأعداد كبيره الى مراكز الاقتراع قبل فتح الابواب عند الساعه الثامنه صباحا وبفضل تعاون الجميع لم تكن هناك اي مشكلات امنيه تذكر وذلك يدل يعني يدل ذلك على شيء فهو يدل على الوعي المجتمعي والرغبه على انجاح هذا الحدث الهام بالنسبة لنا جميعا من قبل الجميع اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية شكرا جزيلا